بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ لقائنا اليوم عن موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وأنه من أعظم الموضوعات العلمية التي نتكلم عنها فيما يتعلق بالآيات الكونية التي قد ذكرت في القرآن الكريم. وبداية نعرف ما معنى الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. الإعجاز العلمي بداية هو نوع من التفسير العلمي للآيات الكونية المذكورة في القرآن الكريم، وهو يعرف أيضا بأنه إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بمعنى كل الاكتشافات العلمية التي قد ظهرت حتى الآن قد اكتشفت من خلال وسائل وتكنولوجيا حديثة مثل سفن الفضاء، الكمبيوتر، الميكروسكوبات، التلسكوبات إلى آخر هذه الأجهزة والابتكارات الحديثة. فهذه الأجهزة مكنت العلماء من رؤية الكون الغير مرئي، وليس الكون ككل ولكن بعض أجزاء من مكونات الكون الغير مرئي. فهذه الابتكارات الحديثة وهذه الرؤية التي نراها في عصرنا الحديث قد وعدنا الله سبحانه وتعالى بأن نرى آياته في الكون، لقوله تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. فهذا الوعد للمؤمنين، ولكن هناك وعد أيضا لغير المؤمنين لقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذه الآيات الكونية سوف نراها، وغيرنا سوف يرى هذه الآيات، وكل يوم نرى هناك اكتشاف علمي جديد، وإذا نراه قد أشيرت إليه بعض الآيات. ولكن نود أن ننوه أن لكل اكتشاف علمي له لحظة ميلاد، بمعنى له زمان أن يظهر فيه وله مكان أيضا أن يظهر فيه، لقوله تعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين. فهذا بالنسبة للزمان. ولقوله تعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، وهذا بالنسبة للمكان. فلا نستغرب أن منذ قرنين من الزمان قد اكتشف كذا، واليوم نكتشف كذا، وغدا ننتظر اكتشاف آخر، فلكل اكتشاف له زمان ومكان أن يولد فيه. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام واصفا كتاب الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله في نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو ذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا القرآن الكريم فيه تفسير كل شيء ما هو موجود في الحياة. فهذا اللقاء سوف نستعرض بعض الصور التي تدل على
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ثم ننتقل بعد ذلك التي ذكرت في القرآن الكريم وقد شهدت من خلال اكتشاف الوسائل العلمية الحديثة. فهنا هو أول حاجة صور، نستعرض بعض من الصور الإعجاز العلمي. هذه صورة طفل مولود وجد على رأسه لفظ الجلالة لا إله إلا الله. هنا آية من النحل تلاياها لفظ أو على شكل لفظ الجلالة الله، وهنا أيضا الموجات تورك من الغيب لفظ الجلالة الله. في منطقة في تركيا حدثت بعض الزلازل، وجد قطر ضمن المسجد التي موجودة، فسبحان الله. أيضا وجد بنات وظهرها الصور. هنا أيضا نوع من الثمر الخضار مكتوب عليه آمنوا بالله. هنا بعض الحيوان آخر لفظ الله سبحان الله تعالى. حتى في السحاب أيضا قد شكلت على لفظ الجلالة الله لا إله إلا الله. أيضا في نبات الصبار، الصبار هو موجود شكل أيضا على نفس الجلالة الله. لو حضرتك اليمنى يمكن أن تكتب على ظهرها الله لفظ الجلالة الله، أو كما نشاهد هذه الصورة. هنا بعد أوجد بعض نخيلات في الصحراء في الجزيرة العربية أيضا قد شكلت على نفس الجلالة الله سبحانه وتعالى. أيضا هنا تفاحة لو شقت نصفين نجدها من الداخل مكتوب عليها لفظ الجلالة الله كما نشاهد. هنا أيضا حديقة قد وجدت في ألمانيا، هذه الحديقة قد شكلت لفظ كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أخرى لخلايا النخل عليها لفظ الجلالة. هنا أيضا لما سطح القمر وجدوا هناك مكتوب على ظهر القمر كلمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فكما نشاهد في هذه الصورة. أيضا في دراسة بعض تحت الميكروسكوب وجد في معدن اسمه الأوبايت، ده من المعادن النارية، وجد أيضا مكتوب في شريحة الميكروسكوب لفظ الجلالة الله. هنا أيضا قد تم تصوير النجوم التي قد أو انشقت عن نفسها في السماء، فوجد أنها تأخذ وردة، فصدق الله العظيم إذ يقول إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. أيضا بالنسبة لموضوع جلد الإنسان، وجد أن منطقة الإحساس في جسم الإنسان هي منطقة الجلد التي تغلف العظام، ووجد أن هذه المنطقة هي التي من خلالها يشعر الإنسان بأي ألم أو أي أثر يتأثر به يؤذي الجسم. وهنا أن الله سبحانه وتعالى قد أشار إلى منطقة الإحساس بالجلد في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودناهم غيرها لماذا يا ربي ليذوقوا العذاب. إذا منطقة الإحساس في جسم الإنسان هي منطقة الجلد، وبالفعل نجد الناس الذي قد تعرضوا لحرائق أو نجد أن جلودهم لم يشعروا بأي شيء نتيجة احتراق الجلد، لكن عند وخز أي جلد بإبرة نجد أن الإنسان يتألم، مما يدل على أن منطقة الجلد هي منطقة الإحساس أو هي المنطقة التي توصل تأثير المؤثرات الحرارية إلى المخ. أيضا من الإعجازات الحديثة
إن قد وجد في يد طفل فلسطيني قطعة من اللحم على شكل حجر، فهذا إن دل على شيء تأييد الله سبحانه وتعالى لهم ضد عدوهم. أيضا قد وجد في بعض الأسماك مكتوب على ظهرها هنا على هذه السمكة كلمة عبد الله، وهذه السمكة ملونة بلفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى. أيضا نجد في الغلاف الجوي عندما نصعد إلى الأعلى وجد علميا تقل كمية الأكسجين مما يشعر الإنسان بالضيق والاختناق كلما صعد إلى الأعلى. وصدق الله العظيم إذ يقول: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فصدق الله العظيم. فكلما نصعد الأعلى تقل كمية الأكسجين، فبالتالي يشعر الإنسان بالضيق في التنفس. أيضا من صور التصوير من خلال سفن الفضاء أو من خلال المركبات الفضائية، أو وجد تصوير جبل أحد للمملكة العربية السعودية، أن هذا الجبل قد تشكل أيضا على أجزاء، كل جزء يمثل حرف من حروف كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذا الجزء يمثل حرف الميم، وهذا الجزء يمثل حرف الحاء، وهنا ميم ثم دال. فهذا أيضا من الإعجازات الحديثة. هننتقل إلى بعض الاكتشافات الحديثة، ألا وهي اكتشاف صوت النمل. فبواسطة الأجهزة الحديثة أمكن تسجيل الأصوات اللي هي التي لم يستطع الإنسان أن يسمعها، سجلت بأجهزة حديثة تماما، فوجد أن صوت النمل يشبه تماما صوت الضفادع، وسوف نستمع إلى هذا الصوت. وهنا إشارة القرآن الكريم أن النمل يتكلم في قوله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فهنا أن سيدنا سليمان قد الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بمعرفة لغة الطير، فهنا يدل على أن هذه النملة أنها النملة أنها تتكلم. وأيضا في الآية فيها إعجاز آخر، ألا وهو قولها: ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان. لما استعملت كلمة تحطيم ولم تستخدم كلمة أخرى؟ فوجد بالدراسة العلمية لجناح النملة أنها تتكون من مادة السيليكون، ثاني السيليكون اللي هي بيصنع منها مادة الزجاج. فالزجاج عندما ينكسر يستعمل كلمة تحطيم. فهنا فسبحان الله تعالى، فحتى في الألفاظ فيها إعجاز. ولحظات سوف نسمع صوت النمل. ثواني هنفتح الفايل اللي فيه صوت النمل. اهوت نسمع صوت النمل دلوقتي، هشوف وشبه تماما صوت الضفادع. هذا هو صوت النمل. فسبحان الله تعالى، قد سجل هذا الصوت من خلال أجهزة علمية حديثة، فأمكن تسجيل صوت النمل. هذا بفضل الله تعالى. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. هننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر، الزلازل. وهنا موضوع الزلازل الموضوعات الشيقة التي تجذب أي إنسان أن يتعرف على موضوع الزلازل، وما هي الزلازل، وما الهدف من الزلازل، وكيفية حدوث الزلازل، إلى آخر كل ما يتعلق بموضوع الزلازل. بداية أن الزلازل من الكوارث الطبيعية التي نشاهدها في عصرنا الحديث،
فهي تكون إنذار، تكون إنذار للمؤمنين وعقابا للعاصين، فلقوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، الله سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالزلازل ديت ما هي الزلازل؟ هي عبارة عن موجات زلزالية، وهي في الأصل موجات صوتية تنتج نتيجة كسر في الألواح التكتونية التكتونكس المكونة للقشرة الأرضية. فحضرتك عندما نمسك عصاية على سبيل المثال، وهذه العصاية نحاول كسرها، فعندما في لحظة الانكسار يتولد صوت، موجات صوتية. فما بالك بالألواح التكتونية المكونة للقشرة الأرضية عندما يحدث فيها كسر، فينطلق طاقة هائلة. هذه الطاقة تكون عبارة عن موجات صوتية. هذه الموجات قد شكلت إلى 4 أنواع من الأمواج، وكل موجة لها زمن أن تخرج فيه، ولها تأثير أن تؤثر به على القشرة الأرضية وما فوق سطح القشرة الأرضية. فأول الأمواج تعرف بالبرايمري ويفز، الموجات الأولية. هذه الموجات الأولية أولها بيكون ينتج عنها صوت، ثم بعد ذلك الأمواج التي تتلو هذه الموجة الأولية تكون موجات سنوية التي يجر عنها الخراب والدمار واهتزاز القشرة الأرضية وهدم المباني، ويمكن أن ينتج عنها إشعال للنيران أو فيضان للمياه أو جميع كل ما نتخيله من كوارث، والعياذ بالله ممكن أن يحدث منها خسف في الأرض. فكل ديت عواقب لموضوع الزلازل. أيضا الزلازل يمكن أن تحدث أن يحدث معها براكين، أو تكون مصاحبة للبراكين، أو العكس صحيح، البراكين يمكن أن تحدث ويصاحبها زلازل. فالزلازل والبراكين لهم علاقة وثيقة مع بعض. أيضا الزلازل، مركز بؤرة الزلازل ممكن أن تكون قريبة من السطح أو متوسطة أو عميقة الأعماق. وهنا قد أشير للزلازل في آيات كثيرة من القرآن الكريم. فهنا هو وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، في سورة هود الصيحة اللي هي الصوت. فأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وقوله تعالى في سورة النحل أفي أمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. وأيضا في آيات أخرى فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فكل دي آيات من القرآن الكريم توضح آثار حدوث الزلازل. أيضا نأتي إلى موضوع آخر، نجد أن الكرة الأرضية الله سبحانه وتعالى وصفها في كلمة واحدة، والأرض ذات الصدع أي أنها ذات صدوع. فوجد بالفعل بدراسة قرآن البحار والمحيطات كما نشاهد في هذه الصورة كلها عبارة عن فوالق وصدوع متصلة بعضها البعض كما لو كانت صدع واحد. فكما نشاهد كل ده عبارة عن صدوع تمثل قرآن البحار والمحيطات، ومتصلة بعضها البعض كأنها صدع واحد. وصدق الله العظيم إذ يقول والأرض ذات الصدع، أي كأنها كلها عبارة عن صدوع. أيضا هذه الصدوع وجد أنها هي أماكن خروج أو انبثاق البراكين من جوف الأرض، هي المتنفس لجوف الأرض. لماذا؟ لأن جوف الأرض كله عبارة عن تفاعلات كيميائية بتتم في طبقة المنتل أو الوشاح اللي أسفل القشرة الأرضية،
فلابد من هذه التفاعلات لها من منفذ، لأن معروف عندما يحدث تفاعل لابد يحتاج إلى فراغ أو حد، فهذا الفراغ منفذه هو عبارة عن الفوالق والسطوع المكونة للقشرة الأرضية. فأيضا وجد أن هذه الأماكن الفوالق والسطوع أيضا بتكون مصدر لحدوث الزلازل، فهي مصدر لحدوث الزلازل والبراكين أيضا. فوجد في شرق آسيا وغرب أمريكا، هذه المنطقة تمثل حلقة تعرف بحلقة النار Ring of Fire. هذه الحلقة كلها عبارة عن براكين وعبارة عن زلازل، كلها مناطق كوارث موجودة والعياذ بالله. أيضا كما وصف الله سبحانه وتعالى بأن الأرض ذات صدع، وصف السماء بأنها ذات رجع، لقوله تعالى في سورة الطارق: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها خافض فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات السطح. وصف كامل وشامل للسماء والأرض، لأن السماء ذات رجع والأرض ذات صدع. فكيف نتعرف على أن السماء ذات رجع؟ وجد من تكوين الغلاف الجوي الأتموسفير يكون طبقات التروبوسفير والستراتوسفير والإكسوسفير والميزوسفير والثيرموسفير والإكسوسفير، طبقات لم تخلق عبثا، بل كل طبقة لها وظيفتها. فهناك في طبقة التروبوسفير موجود طبقة الأوزونسفير، هذه الأوزونسفير بتمنع أو تحجب الأشعة الفوق البنفسجية وتصل إلى الأرض. ومعروف حديثا أن هناك ثقب في منطقة الأوزونسفير، هذا الثقب ينفذ منه بعض الأشعة الفوق البنفسجية، وبالفعل وجد أنها تضر كل المخلوقات الموجودة في هذه المنطقة. وهذا الثقب ناتج من عبث الإنسان بالطبيعة، لم يأتي هباء منصور، بل يأتي من عبث الإنسان بالطبيعة، بمعنى أنه قد ابتكر الكثير من الآلات والمحركات وأنشأ كثير من المصانع، فكل هذا أدى إلى زيادة أو نسبة تلوث الهواء الجوي بغاز ثاني أكسيد الكربون. هذا الغاز أسرع طبقة الأوزونوسفير مما حدث بها ثقب، فهذا الثقب ما زال يعني يؤثر على العالم من خطر الأشعة الفوق البنفسجية. أيضا من الدراسة العلمية وجد أن الأرض لها مجال مغناطيسي، هذا المجال المغناطيسي نتيجة لكمية الحديد الرهيبة الموجودة في لب الأرض أو في مركز الأرض. هذه الكمية الحديد لقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. هذا الحديد موجود في مركز الأرض له خاصية المجال المغناطيسي، هذا المجال المغناطيسي يمتد إلى خلال الغلاف الجوي مكونة طبقات أو أحزمة تعرف بأحزمة فان ألين الإشعاعية. هذه الأحزمة اللي اخترعها العالم ألين فان تحجب الأشعة الضارة الآتية من الشمس كما نشاهد في هذه الصورة. فصدق الله العظيم إن يقول: والسماء ذات الرجع. ويقول في آية أخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فهنا السماء سقف محفوظ. وهنا أيضا صورة أخرى للأشعة الكونية، وهنا يتصدرها المجال المغناطيسي اللي مكون فيه أحزمة فان ألين. هذه الأحزمة تمنع وصول الأشعة الكونية الضارة إلى الأرض. فسبحان الله تعالى. ننتقل إلى موضوع آخر وهو من الموضوعات الشائقة، ألا هو موضوع الجبال. إيه موضوع الجبال؟ الجبال كلما مر الإنسان على الجبال
يقول: ما هي إلا طبقات صخرية موجودة فوق سطح القشرة الأرضية، ولا يهتم ما دور هذه الجبال ولما خلقت الجبال، وسبحان الله تعالى يعني. ولكن في الحقيقة أن الجبال لها دور هام جدا في الأرض عموما، لأنها تمسك القشرة، تمسك الأرض من أن تميل أو أن تضطرب. لماذا؟ لأن كما شهدنا في الشرائح السابقة أن الأرض ذات صدع، يعني أي أنها كلها عبارة عن صدوع وفوال. فماذا يمسك هذه القشرة؟ فما يمسك قشرة الأرض. إذا ولابد هناك ماسك لقشرة الأرض، ألا وهو الجبال، لقوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وهنا إعجاز آخر: وألقى في الأرض رواسي. فهنا إشارة إلى كيفية تكوين الجبال، أيضا أن الجبال تتكون نتيجة انبساط البراكين من طبقة المانتل أو المشاح إلى سطح الأرض أو أسفل قيعان البخار والمحيطات. وهنا إشارة بكلمة ألقى غير ما كلمة أنزلنا، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وفعلا وجد أن عنصر الحديد لا يمكن أن يتكون على سطح الأرض على الإطلاق، بل إنه يتكون في مسعرات حرارية درجة حرارتها أعلى من درجة حرارة الشمس آلاف المرات، أي لا يمكن أن الإنسان في يوم من الأيام أن يصنع عنصر الحديد. وهنا تأتي المعجزة: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. هنا يشار القرآن بالنسبة لتكوين الجبال: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فالرواسي هي الجبال العالية الشاهقة. أن تميد بكم أي أن تضطرب الأرض بكم. فسبحان الله تعالى. فإذا إن القشرة، طالما أن الأرض ذات صدوع فلابد أن تكون هناك جبال، لأن الجبال تعمل كأوتاد. وجعلنا الجبال أوتادا، فهي في الأصل أوتاد. ولم يعرف الإنسان أنها ذات أوتاد إلا في العصر الحديث، لأن من قبل ذلك كان يعرف أن للجبال لها جذور روتس. العلماء يعرفون أن للجبال لها روتس أي جذور. ولكن هناك فرق كبير ما بين كلمة جذر وكلمة وتد. فالجذر كله أسفل التربة، وهو يستعمل للنبات خصوصا لامتصاص الماء والأملاح، بينما الوتد فتعريفه هو أغلبه أسفل القشرة الأرضية. ووجد بالدراسة العلمية أن الجبال لها أوتاد تمتد في داخل القشرة الأرضية تصل إلى حوالي 15 ضعف قمة الجبل. ولو تصورنا أن جبال الهيمالايا مثلا يصل ارتفاع قمتها إلى حوالي 9 كيلومتر، فإن لها وتد داخل القشرة الأرضية يصل إلى حوالي 135 كيلومتر. فسبحان الله تعالى. أيضا الجبال لها أدوار عظيمة أخرى غير أنها تثبت القشرة الأرضية، فلها دور أيضا في تكوين الماء العذب، الماء الفرات. فوجد أن الروان تصطدم بها السحب المحملة ببخار الماء فتكون الجليد نتيجة لبرودة الجو أو انخفاض درجة الحرارة، وعندما ترتفع مرة أخرى يذوب هذا الجليد مكونا الماء الفرات أو الماء العذب. فلها أدوار عظيمة هذه الجبال. ومن عظمة وأهمية هذه الجبال أنها تغرس أوتادها في طبقة المنتل أو المشاح اللي أسفل القشرة الأرضية، التي تعرف بطبقة الضعف الأرضي أو الأسينسفير، وهي طبقة ذو درجة حرارة عالية وضغط مرتفع، وتحمل هذه القشرة الأرضية لتحمينا من النار الملتهبة أسفل القشرة. تصور أن هذا الجبل هو المستند أن يحمينا من هذه الحرارة الملتهبة الموجودة أسفل القشرة الأرضية.
ومع ذلك كله كلنا في الواضح أو في الظاهر أن نجد أن الجبال ثابتة، ولكنها في الحقيقة متحركة تتحرك، ولكن حركتها بسيطة جدا لا ترى بالعين لا نشعر به. فوجد أن البحر الأحمر الذي موجود عليه سلاسل الجبال الأحمر، جبال البحر الأحمر، أن هذا البحر الأحمر يتسع كل سنة حوالي 2.5 سم في السنة، يعني مسافة لا نشعر بها على الإطلاق. وصدق الله العظيم إذ يقول: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. وترى الجبال تحسبها جامدة، يعني صامدة صلبة لا تتحرك. ماذا يا ربي؟ وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالجبال تمر أي تتحرك، وحركتها مثل حركة السحاب الذي نشاهده في السماء، حركة بتكون بطيئة جدا. فسبحان الله تعالى. فالجبال مع العلم أن احنا نراها أنها ثابتة شامخة على أنها تتحرك، فالجبال تمسك بالقشرة الأرضية أن تميل أو أن تضطرب، الجبال تحمينا من النار الملتهبة الموجودة في الطبقات الأسفل القشرة الأرضية، الجبال مصدر للمياه العذبة، وأسقيناكم ماء فراتا، مصدر للمياه العذبة. الجبال أيضا حصن ضد الأعداء. الجبال أيضا إنها مأوى لكثير من الحيوانات. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فالجبال لا أهمية كبيرة، حتى أن الله سبحانه وتعالى تحدى الكفار في كيفية نصب الجبال، في كيفية تكوين الجبال. في سورة الغاشية تحداهم بكيفية نصب أو تكوين الجبال. أيضا الجبال مع العلم أنها يمكن أن تتكون من خلال البراكين، ألا أن هناك في نظريات علمية أخرى توضح كيفية تكوين الجبال، ألا وهي أن القشرة الأرضية مكونة من ألواح ليبتكتونس كما ذكرنا سابقا. هذه الألواح تغوص على أو تسبح على طبقة المانتل اللي هي شديدة الحرارة أولادنا منصهرة. هذه الألواح يمكنها أن تتصادم أو أن تتباعد بعضها عن بعض أو تنزلق بعضها أسفل بعض. في كل هذه الأحوال يمكن أن تتكون الجبال، ولكن في أغلب الأحيان أنها تتكون نتيجة انبثاق البراكين. فهنا في هذه الصورة هنا تصادم لوحين من الألواح التكتونية. لاحظوا معايا أن اللوح التكتوني سمكه حوالي 100 كيلو متر ويمتد إلى آلاف الكيلومترات، ويمكن أن يمثل قاع لقارة كاملة مثل قارة أفريقيا ترسو على اللوح الأفريقي، آسيا على اللوح الآسيوي، أوروبا على اللوح الأوروبي، كل قارة من قارات العالم ترسو على لوح تكتوني. فهذا كما نشاهد في هذه الصورة، هنا تصادم للوحين، هنا يحدث تباعد. لماذا؟ لأن حدث ضعف في القشرة الأرضية وفي حالة انبثاق البراكين، فلا بد أن تتزحزح هذه الألواح حتى يخرج البركان إلى السطح، فهنا يحدث تباعد لهذه الألواح. هنا أيضا أهو ينزلق لوح أسفل لوح، اللوح المحيطي ينزلق أسفل اللوح القاري. طب لماذا المحيط أسفل القاري؟ لأن الألواح المحيطية تتكون من مادة البازلت، أما الألواح القارية تتكون من مادة الجرانيت، والجرانيت أخف وزنا من البازلت، فلا بد أن البازلت ينزلق أسفل البراكين ومن هنا تنطلق. فعند انزلاق لوح محيطي أسفل لوح قاري تتكون البراكين ومنها تتكون الجبال. وقد ينزلق بعض لوحين في اتجاهين متضادين. كل هذه الاختيارات في تكوين الألواح تؤدي إلى تكوين انبثاق البراكين وتكوين الجبال. طيب، فهذه الصورة نشاهد كيفية حدوث فالق أو انبثاق البراكين.
موجود ان اسفل القشره الارضيه منطقه كلها تكون ناريه شديده درجه الحراره، فيها يتم فيها التفاعل الكيميائي، فبالتالي يتولد فيها تيارات تعرف بتيارات النقل او تيارات الحمل. هذه التيارات كما نشاهد في اتجاه الاسهم انها تعمل تآكل في اسفل طبقه الكراست، طبقه القشره الارضيه، مما يؤدي في النهايه الى حدوث ضعف بها ثم انبثاق البراكين. هنا ايضا دي تصور بالنسبه للالواح التكتونيه. هنا هو ايضا تصور اخر للموضوع الزلازل اللي احنا تكلمنا عنه. فعندنا هنا هو ادي لوح، ده لوح، كل ده يمثل لوح تكتوني او جزء من اللوح التكتوني، يحدث به كسر او فالق في منطقة حدوث الفالق. كان تولد من الموجات السيزمية كما نشاهدها، لأنها موجات صوتية تماما تنبعث من خلال الفالق الذي حدث في القشرة الأرضية. هنا هو برضو تقل إلى بعض الصورة الثانية. لحظة، هنا هنشاهد تأثير موضوع اهوت. هنا هو في الوضع الحدوث حدث بيحرك داخل الطبقات، ممكن لو في مباني ان يحدث فيها رفع وخفض، يبقى إهاز من الموضوع. هنا هو ممكن ايضا لو شاهدنا الزلازل حوالي من القرن من 1900، يعني حوالي قرن من الزمان، هنجد أعلى قيمة لحدوث الزلزال أو شدة للزلزال في سنة 1960 في منطقة تشيلي، حدث زلزال وصل شدته إلى 9.5 ريختر. في العصر الحديث 2004 العصر الحديث سومطرة قريب جدا وصل لحوالي 9.5، أقل من 9.2. اليابان الأخير خالص 9 وشوية. فدي مقياس الزلازل على مدار قرن من الزمن. طيب ماذا يحدث لو حدث زلزال؟ لو كان الإنسان موجود بداخل المنزل فلابد أنه يحضر، يعني أنه يحمي نفسه تحت ترابيزة أو شيء صلب بحيث أن يخفف عليه صدمة تهدم المنازل. دي أشكال الموجات السيزمية التي تم تسجيلها أثناء حدوث الزلازل، فنجد أن الأطوال بتاعتها بتكون عالية جدا، مما يدل على قوة شدة الزلزال. لو حبينا أن نعرف مركز حدوث الزلزال، يتم كيف معرفة مركز حدوث الزلزال؟ أولا بتوجد محطات تسجيل الزلازل على مستوى العالم، فيتم اختيار ثلاث محطات، ومن خلالهم نقدر نقرا قراءة التسجيل بتاعة الزلزال، ثم نحصل على ثلاث قيم. هذه القيم نمثلها بثلاث دوائر، فعند تقاطع الثلاث دوائر مع بعض في نقطة، هنا يدل لنا على مكان حدوث الزلزال. والبشرى فقد تم حديثا من حوالي فترة قليلة عدة شهور ان تم التنبؤ بحدوث الزلزال عن طريق قياس غاز الاوزون الصادر من الفوالق الارضية. تم تسجيل غاز الاوزون، ف يعني انبثاق غاز الاوزون بيدل على حدوث
قرب حدوث زلزال. ده من الطرق الحديثة. هنا هنشاهد العواقب أو الأضرار الناتجة عن حدوث الزلازل عموما، زي ما نشاهد تهدم المباني تماما كنت نشاهد في هذه الصورة. أيضا الطرق يحدث فيها كسر كما نشاهد. ممكن أن يحدث فيضان، والفيضان يؤدي إلى هدم المنازل، فنتيجة حدوث الفيضان أدى إلى هدم المباني كما نشاهد، فنسميها إيكوفيكيشن، أي اللي هو تكوين المياه بصورة فيضان. أيضا ممكن لو حدث زلزال داخل المحيط فيؤدي إلى حدوث موجات التسونامي، ودي موجات بتكون شديدة وعالية الارتفاع تصل إلى حوالي 30 متر فأكثر، وسريعة الاتجاه كما نشاهد في هذه الصورة. أهو أمواج عالية جدا والناس يهربون من خطر هذه الأمواج. هنا برضه ممكن يحدث في انزلاقات في القشرة الأرضية كما نشاهد أهو، حدث في انزلاق أدى إلى انزلاق المنازل. أيضا ممكن يؤدي إلى حدوث نيران، اشتعال النيران نتيجة كسر أنابيب الغاز مثلا، فيؤدي إلى اشتعال النيران كما نشاهد في هذه الصورة. أيضا تعالوا في تسنان الياباني الأخير، حدث أخير هنشاهد لقطات عجيبة جدا، ألا وهي يعني تعاطف الحيوانات بعضها مع بعض أو اتحادها مع بعضها البعض. وهنا يعني إشارة القرآن الكريم بذلك لقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يعني سبحان الله، يعني كل الدواب وكل الطيور الموجودة في الكون ما هي إلا أمم مسكنة تماما. فتعالوا معنا في حدوث عواقب الزلزال الأخير. هذا هو نجد كلب بجوار كلب آخر، هذا الكلب قد يعني مات نتيجة الفيضانات، فهنا متواجد بجواره تماما كنوع من اتحاد القناه بعضها مع بعض. هنا ايضا في هذه الصوره اهو نجد القرد يدافع عن وليده، اهو يمسك في الكلب وهنا يشده، وهنا اهو كما نشاء سبحان الله. وما من دبه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم. فهذا القرد يدافع عن طفله كما نشاهد من هذه الصور. أيضا هذا هو عصفور يطعم عصفور آخر، يا سبحان الله. لا من دابة ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، سبحان الله تعالى. هنا هو برضه في صور ثانية نتيجة برضه حدوث الزلزال أو الزلازل عموما، يحدث فلك في القشرة الأرضية، كسر في القشرة الأرضية كما نشاهد أهو، دي كلها نتيجة حدوث الزلازل، وده حدث في الزلزال الأخير. أيضا هنا في النيران أهو في بعض المباني في اليابان برضو، وقد الفيضانات موجود، يعني فيضانات واشتعال نيران مين مع بعض اهو. ممكن ان يصاحب الزلازل حدوث مراكز هذه، فهذا البركان حدث الزلزال. هنا برضو نتيجة الفساد اليابان هذه الصور. الصور كثيرة جدا، وننتقل هي كيفية نصطحبكم مع أعزائكم في الفلك. هذا العالم قد اكتشف اكتشاف علمي، اكتشاف الساعة التي تعتبر يعني ساعة العصر، خلال أيضا
من خلال الآنية، من خلال دراسته للآيات القرآنية، قد إن هو استطاع أن يبتكر الساعة العصرية الحديثة التي من خلالها يتم ربط التوقيت يكون منضبط تماما، منضبط تماما، منضبط تماما، منضبط تماما، منضبط تماما، وأيضا بتعطي صورة عفوية اللي موجود بيها الساعة. وهو أيضا الذي نادر أن يكون خط يمر بمكة المكرمة، فهذا هو العالم الفلكي الجزائري يدعى لوط بن عصيرو، فهو ده اللي اخترع هذه الساعة التي نشاهدها في هذه الصورة. أيضا عندنا أيضا البحر المسجور، والبحر المسجور التي ذكرت في القرآن الكريم، فهذه صورة من صور البركان الموجودة أسفل المياه التي تمثل البحر المسجور. فالبحر المسجور برضه آية كونية تبهر كل ما هو يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن النار متوقدة أسفل في أسفل قيعان البحار والمحيطات. لا النار بشدتها أن تطفئ النار، لا النار بشدتها أن تبخر الماء، ولا الماء بكثرته أن يطفئ النار. سبحان الله تعالى، الاثنين من يعني ضد بعض. فالبحر المسجور هو عبارة عن براكين، هذه البراكين متوهجة في قاعان البحار والمحيطات، وممكن أن تصعد إلى السطح مكونة الجزر البركانية. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى وجود البراكين لأنها منفذ أولا للضغوط الداخلية الموجودة في القشرة الأرضية، ثانيا يخرج معاها كميات رهيبة من بخار الماء والغازات الأخرى مثل ثاني الكربون وكل الغازات التي تغلف أو تكون الغلاف الجوي. فصدق الله العظيم إذ يقول: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. ماءها اللي هو الماء، إذا أصل تكوين الماء يأتي من البراكين. فوجد بالدراسة العلمية أن ثلاثة أرباع أحجام البراكين عبارة عن بخار ماء وغازات أخرى اللي بتكون لنا الغلاف الجوي. طيب، فما بالكم بالكائنات الحية التي تعيش داخل أو في قيعان البحار والمحيطات. فنجد إن قاع البحر بيكون مظلم أولا، الحرارة بتاعته بتكون منخفضة، مفيش غازات، فبالتالي البراكين تعوض كل هذه الحاجات المهمة أو الضرية لحياة الكائنات التي تعيش في قاعان البحار والمحيطات. فهي بحاجة إلى ثاني أكسيد الكربون، فهي بحاجة أن تكون المياه دافئة. فوجد أن هناك ارتباط وثيق بين هذه الكائنات وبين أماكن تواجد البراكين. وبالفعل وجد أن هذه الصدوع عن الفوالق الموجودة في قاعان البحار والمحيطات أغلبها كله عبارة عن براكين موجودة التي تشكل البحر المسجور. هنأتي إلى نقطة أخرى، وهي في أهمية لها أهمية قصوى، ألا وهي الماء. فمعروف أن الماء أنواعه، من هناك ماء عذب وماء مالح. فماذا يحدث عند اختلاط الماء العذب بالماء المالح؟ هنا ما نشاهده من خلال الآية القرآنية. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. شوف وصف الله سبحانه وتعالى العلاقة ما بين الماء العذب والماء المالح. نجد هو الذي مرج البحرين، وهنا كلمة البحر من المعروف علميا أنها تطلق على الماء المالح، ولكن من خلال هذه الآية نجدها أن تطلق على الماء المالح والماء العذب. فيمكن أن يقال على الماء العذب بحر كما يقال على الماء المالح بحر. هذه ناحية. ناحية أخرى، فعند التقاء الماء العذب بالماء المالح وجعل بينهما برزخا، يعني حاجزا،
وحجرا ايه محظورة، وحجرا محظورة بمعنى الكائنات اللي بتعيش في الماء العذب لا يمكنها ان تعيش في الماء الايه المالح، والعكس ايه صحيح. فهنا بالتصوير باحدى انواع الاشعه، ممكن تكون اشعه الحمراء لمنطقه الدلتا، وجد هذه هذا هو الحاجز الذي يحجز ما بين الماء العذب اللي هو اللون الاخضر الغامق والماء المالح اللون الازرق الايه الفاتح كما نشاهد لهذه الايه الصوره. ننتقل ايضا آية اخرى في منتهى الاعجاز ومنتهى الابحار، عندما نتصور المساكن الشاهقة التي بناها الانسان التي قد وصلت الى ان هي على اعناق السماء كما قال، فانه يبنيها بنظام هندسي ومن خلال اعمدة ومن خلال تصميم علمي حتى يبني عدة أدوار أو عدة أطباق فوقها بعد بعض. ولكن انظر إلى المحيطات التي قد يصل عمق أعمق، قد عرف علميا أعمق نقطة في أعماق المحيطات تصل إلى حوالي 11 كيلو متر. تصور ماء 11 كيلو متر من الماء، كيف يتواجد هذا الماء بهذا العمق؟ فسبحان الله تعالى. فهنا نشاهد كيفية تواجد هذا الماء من خلال هذه الآية القرآنية. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: أنقى ظلمات في بحر لجي، أي في بحر عميق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذ أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سبحان الله تعالى. أي أن المياه موجودة في المحيطات والبحار والأنهار، ما هي إلا طبقات بعضها فوق بعض، وبالأخص في بحر النجي، أي في بحر عميق، فأنها عبارة عن أمواج بعضها فوق بعض. وقد تم فعلا تصوير هذه الأمواج وسوف نراها في الشرائح القادمة. وتدلنا أيضا أن البحر شديد الإظلام، إنه منطقة مظلمة، وبالفعل وجد علميا بعد حوالي 500 متر فقط يصبح البحر معتم تماما لا توجد فيه. وهنا نجد ايضا ان هناك قد وجد ايضا بالبحث دراسة الكائنات اللي موجودة في المناطق المظلمة، ان هذه الكائنات قد زودها الله سبحانه وتعالى بخلايا شع منها ضوء. وصدق الله العظيم اذ يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فسبحان الله تعالى. هنا هو أدي غواصة في أعماق المحيطات وشع منها ضوء، مما يدل على أن البحر من حالك الظلام من الداخل. هنا أيضا تصوير يوضح أن كلما الأشعة الضوئية نفذت إلى العمق كلما امتصت تماما، وبعد 500 متر لا يصبح البحر مظلما تماما. أما في هذه الصورة التي بهرت كثير من العقول، ألا وهي تصوير الأمواج، أدي هو موج أهو، يغشاه موج، أدي تصوير أهو موج، من فوقه موج، وهذا هو موج آخر، ومن فوقه سحاب، أو كظلمات في بحر لجي، يغشاه موج، هذا هو موج، من فوقه موج، هذا موج آخر، من فوقه سحاب، اللي هو السحاب الموجود في غلاف الايه الجو. فسبحان الله تعالى. ايضا من الكائنات التي زودت بخلايا ضوئيه تستطيع ان ترى من خلال هذه الخلايا الضوئيه، كما نشاهد اهو نوع من السمك يتميز فيما يعرف بالتألق الحيوي، ان اي تاخذ منه اضواء تنير له طريقه في المحيطات. وسبحان الله تعالى. وأنا أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وإن شاء الله موعدنا في اليوم الاثنين المقبل بإذن الله تعالى نكمل مسيرة الإعجاز العلمي. وعلى السادة الحضور، لو هناك أي استفسار أي سؤال فليتفضل.
وجزاكم الله خيرا. شكرا، الله يكرمك وجزاكم الله خيرا. شكرا، الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.